من يومين تم الإعلان عن وفاة أول حالة بسبب جدري ألاسكا أو ألاسكا بوكس، وده نوع من الفيروسات الجدرية العادية وموجود في شبه جزيرة كيناي في ألاسكا. الحالة دي كانت لرجل مسن اتنقل ليه الفيروس من شهر سبتمبر اللي فات من قطة مصابة. طبعا قصة انتقال الفيروسات من الحيوانات أو الطيور أو الخفافيش أو 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 الخنازير أو البقر إلى الإنسان يعني ما زالت مثار جدل. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المرض، أعراض جدري ألاسكا، كيفية الوقاية منه، من الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية اللي بينضم لنا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو. صباح الخير يا دكتور، إيه هو جدري ألاسكا؟ وإيه هي أعراضه؟ وإيه هي تأثير انتقاله من الحيوان للإنسان؟ يسعد صباحك سيد الكريم للإخوة المشاهدين. طبعا جدري ألاسكا هو اكتشف عام 2015 في جزيرة كيناي أيضا في ألاسكا، وحتى الآن عدد الحالات اللي سجلت في العالم 5 حالات فقط وكلها على قيد الحياة. يعني الإنسان اللي انصاب بجدري ألاسكا أو ألاسكا بوكس لم يتوفى إلا هذه الحالة اللي حصلت من حوالي أسبوعين تقريبا. هذا الإنسان انتقل الفيروس عن طريق من المشي. بينتقل الفيروس ازاي؟ هو كان في المشي انتقل الفئران، فئران الحقل، وانتقل إلى قطب، والقطب نقله لإنسان عايش بغابة. المشكلة الشخص ده مسن وعنده نقص في المناعة، يعني خلينا نكون واقعيين، هو الإنسان لم يختلط في البشر في كمية كبيرة، فاصلا عنده المناعه المكتسبه منخفضه جدا، فادت فعليا المسن الى وفاته لانه تم اكتشاف المرض عليه بعد فتره زمنيه طويله، لذلك تمت وفاه. ولكن ان نقول انه هذا المرض الجدري انه خطير، اعراضه هو عباره عن غدد لمفاويه، الام في العضلات، وظهور بعض البقع في الجلد. المشكله تكمن ان الشخص اللي توفى هو مسن بالاضافه ناقص مناعه، بالاضافه الاكتشاف الاصابه كانت متاخره جدا. هي اول حاله وفاه، ولكن اول شيء لازم نضع قاعدتين. اول شيء هذا الفيروس ما في شيء اسمه فيروسات بشريه فيروسات انسانيه. كل الفيروسات لها خاصيه تطور، لانه الفيروس بشكل عام ليس خليه انما دي ان اي، بتطور مع الزمن. اذا كان في الحيوان يمكن يعيش على الانسان يصيبه، فمع الزمن يمكن الفيروس يصير خطير بعد مده لانه بتطور دائما بحاله تطور دائم. ولكن هذا الفيروس الجدري هذا بالذات، جدري ألاسكا، حتى الان لا نعرف كيف ينتقل من شخص الى اخر، يعني احتمال نقله من شخص الى اخر عن طريق الهواء او عن طريق التنفس امر مستحيل لان العدد خفيف، بالاضافه انه العدوى فقط عن طريق الالتماس المباشر او تبادل السوائل البيولوجيه، يعني نقول انه هو عباره عن مرحله خطر كبيره. كثير عالم وقت تسمع اسم الجدري الألاسكا راسا مباشره بيخطر في بالها الجدري الكبير، الجدري الخبيث يلي عدى العادات وفيات كبيره بين البشر، ولكن هذا الجدري من عائله اخرى، بالاضافه انه هذا الجدري ليس يعني ينتقل بكميه، لا ينتقل بسرعه، بالاضافه كما قلت في بدايه اللقاء لا ينتقل عن طريق الهواء او التنفس او ما يسمى وسائل التنقل، هي عباره عن تبادل سيئة بيولوجية. وكما قلت 5 حالات فقط في العالم، حالة وفاة أخيرة بسبب استثناء، فأنا في رأيي هو عبارة عن يعني جرس خطر ليس في مكانه، يعني شيء طبيعي تحصل بعض الأمراض الموجودة النادرة في الغابات في بعض المناطق يمكن تحصل حالة وفاة، ولكن هذا لا، أهم شيء في المرض الفيروس هو انتشاره، إذا كان سريع الانتشار بيؤدي إلى خطر وباء عالمي مثل فيروس الكورونا، سريع الانتشار بشكل هائل وكل ما تطور زاد انتشاره، ولكن نقارنه بوباء الكورونا او ما يسمى فيروسات اخرى سريعه الانتشار او مثل فيروسات الانفلونزا، انا باعتقادي هذا لا يعني ليس هناك سبيل للمقارنه. بختلف اختلاف كامل عن الجدري الاصلي، وبختلف عن جدري المي، هو تابع لما لجدري القرود وجدري البقر، يعني هذا حالات وفاه جدا ضعيفه، كما قلت 5 حالات وفاه ما زالت على قيد الحياه. طيب دكتور خليني اقطع حضرتك معلش عذرا، التقرير الطبي للمريض كان بيقول انه بالرغم من العلاج المكثف المريض توفي بعد معانا من سوء تغذيه وفشل كلوي حاد وفشل في الجهاز التنفسي، يعني في اجهزه توقفت عن العمل تماما، هل ده بسبب هذا المرض ولا ده كان حاله طبيه اصلا لان الرجل كان
في حالة طبية سيئة من قبل إصابته بهذا الجدري أو ألاسكا جدري. لا، الفيروس بشكل عام بيؤدي الى قصور كلوي، بيؤدي، ولكن في حاله خاصه فقط، عندما الانسان ليس لديه اي مناعه، يعني في عنده نقص في المناعه. دائما اي فيروس، حتى لو فيروس الزكام او فيروس حتى الجريب، اذا دخل على الانسان وكان الانسان ليس لديه مناعه، بيؤدي الى قصر كلوي وامراض ثانيه. دائما المناعه هي التي تقاوم الفيروس، بما انه هذا الانسان بالذات ما عنده مناعه خفيفه جدا. ليش المناعه الخفيفه؟ هو انسان عاش وحده بالغابة، لا بيختلط في الانسان ولا بيختلط في العالم المحيط. هذا ادى الى، يعني دائما على فكره هذا مرض الان حنشوفه كثير، لانه احنا ما فيروس الكورونا صار في عندنا ما يسمى حظر. كثير من العالم نقصت المناعه عنده، هذا امر مهم جدا، لانه المناعه بتجي عن طريق الاختلاط الكامل، مناعه القطيه. الانسان بيمرض ايوه، لانه دائما اختلاط وبيؤدي الى مناعه كامله. ولكن عدم الاختلاط في عالم كثير تنقص المناعه عنده. هذا الانسان تصور يعيش في الغابات، فالانسان ناقص المناعه، وبالاضافه الى مسن، والقط اللي كان عاش معه بالغابات كان مصاب، يعني انتقل عليه عن طريق فأر الحقل وعن طريق ما يسمى الخرمشه، يعني عن طريق حصل نقل للسوائل العضويه. طبعا انتقل الى الدم، ادى الى هذه الوفاه. ولكن هذا الانسان غير طبيعي، يجب ان نقارنه بكل البشر. هذا الانسان عاش لوحده في الغابات، حتى مجهول الهويه، يعني ليس لديه اي هويه ولا اسم، يعني مثل ما يقول انسان عاش بالطبيعه او الجونجلي او طرزان. ايوه، يعني حتى الان اسمه مش موجود. ما انا مع حضرتك ان حضرتك بتقول ان هو الموضوع يعني حالات قليله في العالم، والموضوع لا يعني ينذر بالخطر، ولكن لو بصينا للصوره الاكبر يا دكتور هنلاقي ان في قائمه من الامراض الطويله جدا، يعني بينقلها الانسان، بتنتقل من الحيوان للانسان، وده ما كانش حاصل قبل كده، يعني سواء في البقر، سواء في انفلونزا الطيور، الخنازير، حتى الجدري اللي بنتكلم عنه، في حاجه اسمها جدري القرود، وفي حاجه اسمها جدري البقر. لاي مدى يمكن ان يكون هذا الامر خطر على مستقبل البشريه؟ يعني احنا النهارده هل يمكن ان نقول لو انا مثلا في شهر 9 2019 او 10 في بدايه ظهور الحالات في مقاطعه ووهان في الصين، ما كانش في خطر ساعتها، ولكن بعدها بشهور العالم كله عمل لوك داون. طبعا يعني خلينا اول شيء نقول انه الفيروسات دائما نحن مكتشفين فقط، نحن كبشر او كعلماء مكتشفين فقط 5% من الفيروسات، وحتى 4%، يعني 95% الفيروسات الموجوده على الكره الارضيه غير مكتشفه. لذلك ظهور الفيروسات بعد حين واخر او فيروسات جديده امر طبيعي جدا، لانه كما قلت 4% 5% فقط مكتشفين فيروس. هذا اول شيء. ثاني شيء، الخطر يكمن انه الفيروس يتطور مع الوقت. يعني الان الفيروس هو مثلا، لو فرضنا فيروس عايش مع القطط او عايش مع اي حيوان او على ماشي، هو عباره عن حاضن طبيعي له، ولكن احتمال الانسان لما ينتقل للانسان يتطور نوع من انواع الفيروس، هذا الفيروس يتطور داخل الانسان ويصيبه، فبيؤدي الى وباء اذا حسب طريقه الانتشار. إذا كان انتشاره سريع فمؤدي إلى وباء. فالمشكلة تكمن أن كعلماء أو كدكاترة أو كأخصائيين بالميكروبيولوجي هذه دقيقة مكتشفين فقط 5% من الفيروسات، يعني احتمال ظهور فيروسات جديدة احتمال كبير جدا. ليش الفترة الأخيرة بدأت تظهر فيروسات جديدة؟ أو ما أنا في رأيي هو نوعين. أول شيء كما قلت، نقص المناعة عند البشر نتيجة اللوك داون يلي صار، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية بدأت فعليا الآن تعمل، يعني تعمل دائما قبلة أمام الإعلام أن هناك فيروس إكس وما هو عليه. للأسف الشديد أنا في رأيي هو سبب سياسي وليس بيولوجي، لأنه لا، أنا عايز أفهم يعني إيه بقى سبب سياسي؟ أنا عايز أفهم دي بعد إذنك. يعني شركات الأدوية سيد الكريم، شركات الأدوية أيوة شركة كسبت كثير في الكورونا. أيوة، هي عايزة، يعني عايزة استمرارية للوباء. يعني شركات ما يسمى الأدوية العالمية يلي هي تعتبر بالدولة، يعني هل في تأكيد إن شركات الأدوية العالمية متورطة في ما يتعلق بتطوير هذه الفيروسات؟ في هل الكلام ده مؤكد؟ أنا بتكلم عموما. حتى الان روسيا قدمت عده تقارير لما اكتشفت المخابرات، يعني ليش المختبرات البيولوجيه للولايات المتحده الامريكيه موجوده في كل منطقه هي لتطوير الفيروسات. حتى الان روسيا قدمت دلائل لتطور شركات الادويه مثل موديرنا والفايزر
ومع المخابر البيولوجية الأمريكية. يعني المخابر البيولوجية الأمريكية في عندنا حوالي 200 مخبر حوالين العالم. ليش هدول موجودين؟ لماذا موجودين حول العالم؟ لأنه ما في داعي لهذه الدراسات، لأنه يقولوا دراسات وقائية. ولكن حتى الآن هي تابعة لما يسمى سريا للبنتاغون. حتى الآن هذا السر كبير، وروسيا قدمت أدلة لمنظمة الصحة العالمية، ولكن خلينا نكون واقعيين، منظمة الصحة العالمية تابعة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يجب أن لا ننظر لكل فيروس على أنه خطر أو نعمل بانيكا أثناءه. يمكن يحصل، يعني خلينا نكون طبيعيين، كل 20 25 سنة بالحياة البشرية بيظهر مرض جديد بيؤدي إلى وباء. يعني لا ننسى أنه من كان في فيروس الإسبانكا بالقرن العشرين، الآن دخلنا بالقرن 21 كان في عندنا فيروس الكورونا، في القرن 22 يمكن في فيروس آخر. كما قلت الدراسة حتى الآن لم نلقي غير فيروسات، ولكن البانيكا اللي عم تعملها منظمة الصحة العالمية صحيح. أنا في رأيي والإعلام هو عبارة عن صحيح. أسباب سياسية وليست طبية صحيح. يجب أن نعلم أول شيء الفيروس كيف ينتشر صحيح. إذا انتشاره سريع هذا خطر، إذا انتشاره فقط عن طريق الاختلاط صحيح. المباشر صحيح. أو السائل البيولوجية هذا ليس بخطر، ممكن حصل المريض في أي مكان وراح ينتقل هذا المرض. يعني ربما وجودك في موسكو بيكشف عدد كبير من الحاجات اللي يعني العالم ربما يعني ما بيكونش يعني مطلع عليها بشكل أكبر. بنشكرك دكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، حدثتنا من العاصمة الروسية موسكو.